السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا من جديد. واحد التلميذة الله يجزيها بخير ذكرتني في هذا الدرس، في حق كانت غادي ننساه. كتحمل الاسم المستعار ديال اليسيا كارا، لوغ اليسيا كارا. شكرا، غادي ندوزو دابا ونشوفو كومون سيتي ان باساج. وهاد الدرس كي قلت لكم كنت غنساه، هو محوري لانه تقريبا عدد كبير ديال لي ريجيون كيطرح فيهم هاد السؤال ديال سيتي لو باساج. الوغ نمرو الى الامام، غنعرض لكم دابا واحد جوج ديال لي ريجيون، ياك غنخدم لكم ليكزومبل الاول، نوريكم كيفاش نظري، وفي ليكزومبل الثاني نقول لكم ديروا لا سيتياسيون دو باساج وغنعطيكم الجواب. اذا دريس مع لابليكاسيون ديالو، اكزومبل 1 الدرس، اكزومبل 2 لابليكاسيون. نشوفوا ليكزومبل 1 ديال الدرس بعدا. فوالا، الوغ كيف ما العاده وقف لا فيديو تتقرا، ولا من الاحسن دير دي كابتور ديكرون. راه وريتكم في الدرس السابق كيفاش ديروا ان كابتور ديكرون، ولا دخل اليوتيوب نيتو قلب في كيفاش دير كابتور ديكرون الفيديو، راه غتلقى بزاف ديال واخا في الحقيقه توضر لا مسير داكشي اللي قلت لك انا. الوغ كيف ما لاحظتوا هذا لو باساج هو من لا بواط ميرفي من الشابيتر الاول، واخا باقي ما تناولناش هذا بالدرس، ولكن سي باز ان بروبليم. داكور، دونك ثم عندنا السؤال هنا ديال سيتي لو باساج. بون، الوغ هذا هو اللي هابنا حنا، ولكن نوريكم البقيه الى بغيتي ليبروف كامله. فوالا، الوغ غندوز دابا ليبروف الثانيه. الإشارة راه كاين عندكم ليكزامان الفوق، واش 2011 على ما أظن. ألوغ شوفوا هاد لو باساج. دونك إذا قبط إن كابتيغ ديكرون هنا، ولا وقف الفيديو اللي عجبك. شوف تاني تال هنا، ثم هنا. او لا رديتي معايا البال، ايضا السؤال اللي عندنا هنا سؤال رقم جوج راه فيه سيتيي لو باساج. دونك غير الاسئله عفاكم ردوا معايا البال السؤال مزيان، نكبر اعتذر. دونك قال لك بارابور ا لوف دونت ايل ات اكستري، وفي السؤال اللي قبل على ما اظن كانت بارابور سكي بريسيد. دونك اذا ملي نبداو نشرحو غنجيو لهاد المساله لانها مهمه. بيان الوغ ها البقيه تقريبا، خلينا غير نعرضو السوجي كامل. فوالا، الوغ غنرجعو دابا وغندوزو كومون سيتيي لو باساج. الوغ هانتو هادشي اللي غنتناولو في هاد الصفحه هو داخل في لا سيتياسيون دو باساج، ولكن ما كيطلبش منكم نهار البكالوريا. اذا غنفسروا لكم مزيان، ما تعرف يقدروا يطلبوا منك كل شي حاجه، ولكن نورمالمون هاد لابارتي اللي كتدار هنا نورمالمون ما كنديروهاش في لا سيتياسيون دو باساج. حنا غنشوفوا عما قليل علاش، ولا عما قريب علاش. بيان الوغ اذا كنسيتيو لوفغ بعدا في كونتكست هيستوريك. شنو كتسيتيو لوفغ في كونتكست هيستوريك؟ يعني كتسيتيو لوفغ في تاريخ الادب كامل، التاريخ الادبي كامل. باش تسيتيوها اش كدير؟ كدير العصر اللي تكتبات فيه، يعني السنه، وكتدير النوع الادبي ديالها وسط الانواع الاخرين كاملين. واش هي شي حاجه رياليست ولا كلاسيك، ولا واش هي رومون ولا بيس دو تياتر ولا. دونك اذا كتورينا لو جونغ دو لوفر، ثم بطبيعه الحال كتورينا الكاتب و لو تيتر ديال لوفر. اذا الا رديتي البال هذا راه كيكون غالبا الا رجعتي لي زيكزامان بجوج اش غتلقى؟ غتلقى السؤال رقم واحد اش غتلقى فيه؟ غتلقى فيه ان طابلو اللي كيطلب منك لوتور، لو تيتر دو لوفغ، لاني دو باريسيون، كيطلب منك هاد المعلومات اللي كاينين هنا. الوغ ما كنكتبوش هاد الشيء نهار الامتحان. علاش؟ اولا لانه غالبا كيكون مطلوب منك قبل، وثانيا لان هذا غير كتحفظ، وملي كتحفظ تصور معايا انت
اكاديمي ما عرف 20000 ولا 30000 تلميذ في الاولى بكالوريا، وهاد 20000 ولا 30000 تلميذ كلها كتحفظ شي حاجه تقارب هاد العباره وغتكتبها. دوك الاساتذه اللي كيبداو يصحوا فين ما وصل شي تلميذ خصو يدوز من هاد الشيء داكور، دونك وغايب كيولي ثقيل وكيولي كاع ما كيصحو كيولي ينقزو. اذا فنهار الامتحان كنفوتو هادي. الشيء الثاني اللي كيدار نورمالمون، انا شخصيا كنحبد الفكره ان هذا يدار داكور، واخا لا بارتي اللي غنشوفو من بعد الصفحه المواليه هي اللي خاصها تدار، هذيك اللي ضروريه، ولكن كنحبد انا هاد لا بارتي، ولا على الاقل غنوريكم الطريقه كيفاش المعلومات اللي في هاد لا بارتي تدخلها وسط لا بارتي اللي جايه من بعد. اذا هنا كتعطي فكره عامه على الموضوع ديال القصه. مثلا الا كانت اونتيغون، اونتيغون برنسيس ايروي برنسيس غريك ولا ايروين غريك، ياك اسي دونتيري سون فرير بولينيس، برافو ليدي دو سون اونكل كريون كي كوندان ا مور ce qui veut ensevelir le jeune homme. دونك اذا هنا عطيتي فكره على الموضوع العام ديال القصه، هنا كتعطي فكره عامه على الموضوع ديال القصه. في لو ديرني جور دان كونداني بغيت تعطي فكره عامه على الموضوع ديال القصه، غتقول ان كونداني ا مور نو راكونت لي 5 سيمين كي سيبار سا كونداناسيون دو سون اكزيكيسيون. قايد عطيتينا فكره عامه على لو ديرني جور دان ان كونداني بيان. اذا هذه هي لا بارتي الثانيه. كندوزو دابا، ما عرفتش اش بقى كيدير لي هذا الامر، حتى لصحابكم اللي قبل ما فيش ما يبقى يقلب على الحل. الوغ سيتي ليفينمون و لي دو لي بلو بروش، اذا هذا هو المطلوب ياك، كتذكر ليفينمون الحدث، الاشاره في فرنسية ايفينمون، القاعده خاص ايفينمون تكتب ان اكسون غراف ماشي ان اكسون ايغي داكوغ، حيت هذا ان او مي، عقلوا على هذه القاعده بسيطه راه تصحح لكم اخطاء ديال الاورتوغراف. ملي كنلقى ان او اكسون اون سول كونسون، لان كانوا دو كونسون ما كنكتبوش لاكسون، الا كان حرف اي وكاينه اون سول كونسون متبوعه بان فويال، لاكسون اي غراف، il n'est pas aigu، لاكسون كيكون صاد لهذا الاتجاه. اذا هذه قاعده فرنسيه. حتى كلمه الاف ولا il se lève le verbe ولا داكور، دونك اذا ملي كيكون كونسون وحده وقبلها اي ومتبوعه ب او كنديروا اكسون غراف. ايفينمون في الفرنسيه مقبول فيها بجوج، ولكن الشائع هو هذا داكور، مقبول فيها تكتب ايفينمون هكا، والشائع هو تكتب ايفينمون هكا داكور. اذا بجوج صحاح. دونك كو او لي دو لي بلو بروش، وعافاكم هنا بروش خصنا نزيدو واحد الاس. غنعطيكم هنا جوج ديال الملاحظات. الملاحظة الأولى هو واخا أنت تلميذ المستوى ديالك ضعيف شي شوية، ملي تشوف هاد الدرس بالعربية رجع شوفه بالفرنسية باستفد منه من الفرنسية، أنت راك فهمتيه بالعربية، إذا ما عندكش مشكل، تصنت ليه خضرة فوق طعام، داكوغ؟ ديجا أنت ملي كتصنت الفرنسية راه كتعطيك شي حويجات بالضرورة، بلا ما تشعر راك كدي كليمة ولا جوج ولا ثلاثة ولا ياك. وثانيا كاين شي حويجات يمكن نقول بحال هادشي اللي قلت لكم مثلا على ايفينمون، هذا ما طاحش ليا في البال نقولوا لصحاب الفرنسية. ودابا الفيديو تصوبات ديال صحاب الفرنسية، ما نمشيش نعاود باش نقول لهم ودي راه ايفينمون كذا كذا. دوك وصحاب الفرنسية تاهما إلا دازوا للعربية راه كيستافدوا، هذه هي الاستفادة ديالهم، شي حويجات ما كنقولهمش الفرنسية، هذاك العربية ما غيتعلم منها والو في العربية، ما يتعلمش يهضر بالعربية، ولكن كاينة معلومات اللي كطيح لي في الراس ملي كنكون نشرح العربية، حيت أنا كنكتب المحتوى ديال الدرس وماشي كنوجد داك الشيء اللي غنقول وكنبدا نقول فيه، كنكتب المحتوى ديال الدرس وكنبدا في التفسير، واللي جاب الله سبحانه وتعالى كيتقال لكم ياك مرارا، حتى كنسالي وكنقول ودي كون هكا كذا كذا، ولكن انتم ورزقكم في كل درس. الوغ الشيء الثاني عافاكم، كاين اللي غيتسائل وعلاش كيخلي حتى يوصل هنا ويبدا يقرا ويبقى هاد الاخطاء عادي يبدا يصحح فيهم ياك. شوف انا دابا ملي كتكون ضعيف في الشوف، ملي كتكون الشوف ديالك مزيان كتكون تشوف اون فيزيون جلوبال، يعني كتشوف الجمله كامله، ولا كتشوف في نفس الوقت بزاف ديال الكلمات في الجمله، وهذا كيمكنك من انك تصحح.
دابا بالنسبه لي انا الا بغيت نقرا لا انا ما يمكنش نشوف الجمله دابا كامله، خصني نركز على كل كلمه بوحدها. داكشي اش كتشوفني كنتعطل ملي كنبدا نقرا، خصني نركز على سيتي باش نقراها ولا فينمون باش نقراها وباش نقراها. ملي كنوصل بروش ياك كنقرا بروش كنلقى بانه راه عندي بلوريال هنا وما درتش اس البروش. واحيانا راه واخا كنشوف بروش حيت كنشوفها ضبابيه، واخا كنشوف بروش ما كنردش بال الاس راه ناقصه هنا. اذا ملي تشوف شي حاجه دازت كنظن راه المستوى ديال الانسان اللي كيكون يهضر راه كايبين لك ولا داكشي ديال المعلومات اللي كيعطيك كيبين لك المستوى ديالو في الكتابي. يعني راه ما غايديرش اخطاء تافهه بحال هذه، غايدير تا هو كيف كاع البشر بعض الاخطاء ولكن ما غايديرش اخطاء تافهه بحال هذه. ف كراه كنعاود نقول هذه المسائل عفاكم، لانه كاين اللي غايجي ويشوف غير هذا الفيديو وما غيشوفش لي فيديو الاولين، يجي يطيح في هذا الفيديو مباشره وغيلقاني من كندير واحد الحويجات وكيقول هذا مال واقيلا عيان. دونك فبالنسبه اللي كيشوفني بزاف ديال لي فيديو كيقول علاش غيبقى يقول لنا هذه المساله دائما، انا كنفسر لكم عفاكم، كنقول لكم هذه المساله مرارا نعاود نركز عليها، لانه كاين اللي ما غيشوفش لي فيديو الاولين غيجي، كاين اللي غيدخل يدير ريشيرش في سيتي لو باساج ما عمرو كاع شاف لي شي فيديو غيطيح في سيتي لو باساج هي الاولى. الوغ مينتونون بعد ما اقتطعنا هذا الامر نرجعوا، فشوف كتذكر حدث ولا جوج ولا ثلاثه سا ديبون الاقرب من هذاك ليكستخي اللي عندك و اللي عندهم علاقه بهذاك ليكستخي، لانه سيتياسيون دو باساج اش دورها؟ دورها هو واحد بغى يجي يقرا لو باساج كتعطيه انت معلومات اللي كتسهل عليه فهم اش كيدور في هذاك لو باساج. داكوغ داكشي اش كنقول لكم رقم جوج اللي شفنا قبيله ديال سيدي محمد جو ناغاتور كذا 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 مزيان دار لان كتعطي هذه الاضاءه مزيان. الوغ لا ميغ دو سيدي محمد لو ناغاتور سي ديسبوتي افيك سا فوازين رحمه كونسيرنون لا ليسيف. بيان اذا حنا في اخر لو شابيتر 1 وحنا نهار الاثنين و لالا زبيده لا ميغ دو سيدي محمد سميتها لالا زبيده، لالا زبيده النوبه ديالها تغسل، علاش؟ لان الاحداث ديال هذه القصه في بدايه القرن العشرين، وهادشي اش قلت لكم قبيله درتي هذيك الاضاءه الاولى كتكون كثر، لانه علاش غيتناوبوا على يغسلوا الصابون ديالهم الحوايج ديالهم، علاش غيتناوبوا عليها والروبينية تعطاهم الله، ولكن حنا راه في حوالي 1920، الدار فيها غير بئر واحد والدار فيها اربعه ديال العائلات ساكنين، اذا هاد العائلات لا بغا يغسلوا غير الماعن ولا شي حاجه داكشي اللي مزروب راه كلهم كيجيو يغسلوا، ولكن الا بغاو يصبنوا باش ما يبداوش المشاكل دايرين نوبه، وحده كتصب النهار اثنين وحده تصب النهار ثلاث وحده نهار الاربعاء وحده نهار الخميس. اذا النوبه ديال لاله زبيده نهار الاثنين جات لاله رحمه جاره ديالها بغات تاخذ لها نوبتها، هما يتخاصموا بجوجات. دابا فوالا اذا انا لقيت واحد الحل كنظن. دابا عندنا هنا كنعطوا اون فراز اللي كتقدم النص ولكن ما كتكلمش علاش كيدور وسط النص. اذا لو بير دو سيدي محمد فيان دو رونتري، وراه غنعطيكم تقدر تزيد هنا سا مير فا لوي بارلي دو لانسيدون، تقدر ديرها الام بغات تهضر ليه على اش وقع. إذن هنا لو بير دو سيدي محمد فيان دو رونتري، هذا ديجا راه في بدايه في حدث قبل من النص وفيه شي حاجه اللي غتانونسي لينا النص وغتبان لينا هاد انونسي لو تيكست غتبان لينا اكثر في التطبيق اللي غنشوفوه حالا. إذن ديك اللي قلت لكم قبيله تقدروا تدخلوا دوك المعلومات ديال رقم جوج اللي في الصفحه السابقه تقدروا تدخلوها، تقدر تقول لا ميغ دو سيدي محمد ودير ما بين فاصلتين اونتخ دو فيغول، يعني جمله اعتراضيه غتدير جو ناغاتور دو 6 ans راكونتون سون انفونس افاس او بيان اوفاس دو ديبي دو 20 سيكل. اذا كل المعلومات اللي كانوا تما تدخلهم هنا كجمله اعتراضيه باش يعطونا اناره على شنو هو الموضوع الاساسي ديال القصه. بالنسبه لي شخصيا كنعتقد انا وكيبقى رأيي شخصي كنعتقد بأنه نورمالمون خاص يكون عندنا هاد لافخاز اللي كتعطينا فكرة عامة على النص، لأن بلا بها ما كنفهموش مزيان لو باساج، ما كتكونش عندنا الإشارة كافية على لو باساج. ألوغ دابا عفاكم هانتا غدير بوز الفيديو قبل ما نبداو ياك، فهانتا
situe le passage du deuxième examen encore que je vous ai proposé. غنذكركم عفاكم قريت لكم قبيله في لو باساج قلت لكم كيقولوا لك سيتو لو باساج بارابور ا سكي بريسيد ولا سيتو لو باساج دون لوفر دونت ايل ايت اكستري كيقول لك سيتونا لو باساج سيتو كتوري المكان هذه هي سيتو كتوري المكان ديال الحاجه فين كاينه اذا قال لك ورينا هذا لو باساج فين كاين فلوفر ديالو اذا اش كيعطيك هنا كيقول لك اودي بلا ما تمشي تصدع راسك تبدا تجيب ليا المعلومات ديال لو كونتكست هيستوريك هاد لوفر شنو هي وشكون اللي كاتبها وكذا دكور هادشي اش كيزيد لكم داك التوضيح داكشي اش ما كيقولش لكم غير سيتوي لو باساج وصافي كيقول لك سيتوي لو باساج يا اما دون لوفر ولا كيقول لك حدد لينا المكان ديال هاد لو باساج بالعلاقه مع ما قبله بارابور ا سوكي بريسيد دائما كيركزوا لك على انك ما تفوتش ليهم رقم 3 ورقم 4 في سيتي لو باساج وقف عفاك الفيديو خدم لو باساج ديالك دكور او اجي تبعني باش نشوفوا سيتي لو باساج انا بطبيعه الحال غادي ندوز الان دكور الا درت كليك خرج هذاك الميساج الا وردت على اسباس كدوز هذه مباشره اذا يسر الله سبحانه وتعالى في الحل هذا فضله ف ها العباره اللي عندنا هنا ابخي اون لونغ ديسكوسيون افيك لا نوريس ياك اذا ها حدث الاول اللي ذكرناه قبل من لو باساج حوار طويل مع لا نوريس بطبيعه الحال غيكونوا فيه ليكيب بروكو غيكون كذا ولكن انت في سيتي لو باساج ما كتبقاش تعطي التفاصيل اذا بعد حوار طويل مع لا نوريس باش كيتعلق هذا كيتعلق ب ليسكاباد حيدوا هاد الصون عفاك راه كتدير دو سون اسكاباد ولكن الا درتي دو سون اسكاباد هاد الصون ما كنعرفوها واش كتعني لا نوغيس ولا كتعني انتيغون باش يكون الوضوح هنا كنحيدوا هاد الصون وكنديروا ليسكاباد ونبينوا شي جمله اللي كتورينا بانها ليسكاباد ديال انتيغون اذا دو سون اسكاباد نوكتورن هو الخرجه الليليه يعني خرجات في الليل هذا هو ليسكاباد ليسكاباد هو الهروب ولا شي واحد اللي خرج في الليل تسلل وخرج ما وراش بانه خرج كنسموها ان اسكاباد نوكتورن اذا ابروبو دو سون اسكاباد نوكتورن ليسكاباد نوكتورن دو لا جون برينسيس هي انتيغون اذا هذا هو ليفينمون الثاني انتيغون لقينا في البدايه راه راجعه مع الفجر ياك كتسلل الدار داخله كتسلل الدار وغتحصل على نوريس ويكون بيناتهم اذا جوج ديال الاحداث الرجوع ديال انتيغون من وراء ليسكاباد نوكتورن والحوار ديال نوريس اذا غنزيدو هنا هذا راه كافي ردوا البال هذا راه كافي كوم سيتياسيون دو باساج كوغ هنا اسمين رد البال هنا غادي غير فيغيل ياك حنا درنا ابخي ربطنا اذا قلنا ابخي هاد الشيء غيوقع هذا سي كومبري الا بغيت تكتفي غير بهذا نهار الامتحان ما غديرش هاد ابخي غتقول انتيغون ا اي اون لونغ ديسكوسيون افيك لا نوريس ا بروبو دو كذا كذا حنت ابخي الا درتي غير هاد الجمله الجمله باقا ما كاملاش هنا كتبتي غير نص جمله خصك دير فيغول ودوز ولكن الا درتي انتيغون ا بارلي افيك لا نوريس هنا درتي جمله كامله ملي غدير هنا ان بوان غتكون جمله كامله اذا اسمان اونتر اون سين اي اساي دو ديسيادي سا سور انتيغون دو فولوار انت ديسيادي هي تحاول تقنعها باش ما تدفنش خوها بيرسيادي كتقنعها باش دير وديسيادي كتقنعها باش ما ديرش راه فسرنا هاد العباره فاذا كتحاول تقنعها باش ما تدفنش الاخ ديالها رد البال ما ذكرناش داكشي اللي كاين في لو تيكست راه كتقول لها وعندك وراك خيون راه هو لو غوا وكذا وهذا ولكن حنا ما نذكروش هاد الحويجات ما خصكش تذكرهم في لو باساج غير كتانونسي لو ليكستري كتانونسي هذاك لو باساج اللي غادي نديرو ليه الدراسه ديالو كنظن ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه